اليوم تأتي هذه الندوة في سياق الحقيقة الاستفادة أولاً اختيار المكان بالمملكة المغربية الشقيقة، لأن المغرب لديه إنجاز فيما يتعلق بالتعايش بين مختلف مكونات المجتمع المغربي. في نفس الوقت المنطقة العربية تعاني من الانقسام، تعاني من خطاب الكراهية، تعاني من أزمات فرقت مجتمعاتنا ومزقتها وأضعفتها. ولذلك تأتي هذه الندوة لإطلاق مشروع يتعلق بتوظيف التعليم لتعزيز قيم التعايش. التعليم هو الأداة الفاعلة. نحن كأجيال ناشئة عانينا الحقيقة في المنطقة العربية من الاختطاف، عانينا من وصاية الآخرين على عقولنا، عانينا من خطاب كراهية تجاه الآخر. نحن بحاجة إلى أن نستثمر في صناعة خطاب آخر، خطاب تعايش يعزز قيم التعايش، يعزز من تلاحم مجتمعاتنا، بحيث أن الجميع ينعم بأمن وسلام واستقرار. ولذلك وجود كل هذه الدول في المملكة المغربية الشقيقة لدراسة كيفية توظيف التعليم لتعزيز قيم التعايش مبادرة في غاية الأهمية، ستتبعها مبادرات أخرى. لكن ما نحن بصدده الآن أن نحن نطلق هذه المبادرة حتى نجعل جميع مسؤولي التعليم في المنطقة العربية يدركون أهمية تأصيل قيم التعايش لتحصيل الأجيال الناشئة من خطاب الكراهية.